السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عبد الخالق محمد. النهاردة هعمل فيديو اللي بنعمله تقريبا كل سنة، وهو ايه هي احسن التوبات انت تشتريها. الفيديو ده بيتعمل كل سنة تقريبا في حدود الوقت ده، اللي هو مع نهاية الدراسة الجامعية وقرب نهاية الثانوية العامة او نهاية الثانوية العامة، عشان الناس اللي لسه مخلصة بقى وقت تشتري لابتوب جديد، اذا كان للدراسة او اذا كان للعبة او نقدر نرشح لهم شوية حاجات. في بس بعض الملاحظات ان انا مش هرشح السنه دي لابات كتير قوي، هنرشح تقريبا اربع موديلات بس وشويه كلام تاني بعده، لان السوق المصري الحقيقه وحش جدا في اللابتوبات بقاله فتره. يعني اللابتوبات دي اللي انا هرشحها النهارده بقالها كتير قوي في السوق، موديلات مش اجدد حاجه، لكن هي طبعا هي اجدد امكانيات، مش امكانيات قديمه او اجيال قديمه او حاجه، لكن في تكنولوجيا بعد كده لسه ما وصلتش لسبب ما. اختيارات الالترا بوكس مثلا واللابات الرفيعه والخفيفه وحشه جدا، في ماركات كتير مش موجوده، في شركات زي اتش بي ما جددتش اللابتوبات بتاعتها بقى لها فتره في السوق، حاجات كتير قوي. فتعالى الاول بالميزانيه او اللابتوب اللي هينفع اي طالب جامعي في اي كليه تقريبا. اللابتوب هو ديل 3567. اللابتوب ده انا بستخدمه شخصيا. اللابتوب ده بيجي بثلاث فئات، وانا هتكلم عن ثلاث فئات، لكن هتكلم ان انا ليه اخترت اللابتوب ده عن باقي اللابات الموجوده في الفئات السعريه. اولا حاجه انا مجربها فانا اقدر ارشحها للناس وانا مطمن شويه، لان خلينا واقعيين ان معظم اللابتوبات في الفئه دي، في الفئه الرخيصه بالذات، الشركات بتسترخص فيها قوي. اللابتوب ديل انسبايرون 3567 انا جربته، والثلاث موديلات بتوعه بنفس الهيكل، بنفس الكيبورد، بنفس التراك باد، بنفس كل حاجه الا الامكانيات اللي جواه بس. فاول موديل من اللابتوب ده بيجي بمعالج كور اي 3 7020U مع 4 جيجا بايت رام، هارد 1 تيرا بايت، وشاشه 1366 في 768. طبعا هو مش من اكتر اللابات اغراء يعني، او اكتر لابات كويسه في الامكانيات، لكن هو لابتوب بيقضي الغرض لو انت عاوز تعمل حاجه معينه وبس. عاوز نصيحتي انا، بلاش انك تشتري اللابتوب ده، وبالسعر ده حاول تشوف لك حاجه مستعمله، حاجه استيراد او حاجه، هتبقى في السعر ده في الميزانيه دي الحقيقه احسن. ممكن لابتوب مثلا من واحد صاحبك او حاجه، ممكن تدور شويه وهتلاقي خيارات كتير كويسه. فاللابتوب ده بيجي بسعر من 5700 ل 5900 جنيه حسب انت بتشتري منين. وطبعا كل اللابات اللي هنقولها في الفيديو ده هتلاقوا اللينكات للشراء تحت في الديسكربشن، فلو عاوزين تدعموا القناه يا ريت تشتروا من اللينكات اللي موجوده تحت في الديسكربشن، لانها بتدعمنا جامد جدا جدا جدا. الجهاز الموديل الثاني بيجي بكور اي 5 8250U. كور اي 5 من الجيل الثامن، اداؤه ممتاز جدا ومن احسن المعالجات اللي انت ممكن تشتريها في الفئه السعريه دي. وكمان بيجي ب 4 جيجا بايت رام، وفي بعض الاحوال ممكن تلاقي نفس اللابتوب ب 8 جيجا بايت رام حسب بس انت بتشتري منين او كده. وبيجي برده بهارد 1 تيرا بايت مع شاشه بدقه 1080 بي بحجم 15.6 بوصه. وكل الكلام ده بيجي معاه كارت R5M430، واللي هو كارت كويس هيقضي الغرض لو انت عايز تلعب بعض الالعاب الخفيفه زي كاونتر سترايك، ليج اوف ليجندز. مش حاجه تقيله، مش لعب تقيله، لكن لو انت عاوز بس تسلي وقتك او حاجه، فيفا وبيس والكلام ده كله، هتقدر تلعبه عادي على اللابتوب زي ده. هو فعلا يعتبر من احسن اللابتوبات في الفئه السعريه بتاعته. الموديل الكور اي 5 بيجي بسعر 9350 جنيه لحد 9500 جنيه حسب الموديل اللي انت بتجيبه او المكان اللي انت بتجيبه منه. الموديل التالت بقى من اللابتوب ده، واللي هو معايا انا شخصيا، بيجي بمعالج كور اي 7 8550U مع 8 جيجا بايت رام، هارد 1 تيرا بايت برضه، وكارت R5 430M برضه مع شاشه 15.6 بوصه بريزوليوشن 1080 بي. التلات لابات اللي فاتوا دول يشتركوا في نقاط القوة ونقاط الضعف. فالشاشة في التلات لابات اللي فاتوا دول مش شاشة حلوة، ألوانها مش دقيقة خالص، ريزوليوشن بتاعها كويس الحقيقة، وهي بتقضي الغرض لو انت هتتفرج الأفلام، براوزنج على فيسبوك بتاع، لكن مش أي نوع من الجرافيك ديزاين. وبرضه بيشتركوا ان الكيبورد بتاعت اللابات دي كويسة نسبيا، التراك باد عادية، لا هي حلوة ولا هي وحشة. اللابتوب ده بالذات عن لابتوبات كتير انا جربتها، تغيير الاس اس دي او تغيير الرامات ليه صعب، لازم تفك الكيبورد ولازم تفك الظهر كله، لفه طويله شويه مش لازم تعرفوا عنها دلوقتي، ممكن اتكلم عنها اكتر في فيديو ثاني. لكن بشكل عام من العيوب الثقيله اللي في الجهاز ده اللي ضايقتني انا شخصيا، انك لما تروح لازم تجيب اس اس دي للجهاز ده هتتشل شويه على ما تعرف تركبه، لكن مش موضوع ضخم او حاجه يعني، لكن مش من اسهل اللابات اللي جربتها في الابجريدز او كده. اللابتوبات اللي فاتت واي لابتوب تاني انت ممكن تكون اشتريته واحنا ما اتكلمناش عنها، لازم تجيب له اس اس دي، لان في مشكله في كل اللابات اللي موجوده انها بتيجي بهاردات 5400 ار بي ام او 5400 لفه في الدقيقه، ودي تعتبر بطيئه. يعني مثلا مقارنه بجهاز عادي زي ده، جهاز عادي زي ده بيستخدم هاردات بتلف بسرعه 7200 ار بي ام او 7200 لفه في الدقيقه،
واللي هي ما زالت بطيئه لكن مش بنفس البطء بتاع اللابات. اللابات ابطا كمان منها، وكمان اللابات بس تتحرك كتير معاك وتحطها في الشنطه وبترمي الشنطه وبترميها على السرير وبتاع. طبعا كانت بعد اول اسبوعين من الحفاظ والتنظيف اليومي، فبتلاقي ان اللابات دي بتتبهدل بسرعه والهاردات بتاعتها بتبوظ بسرعه، بيجي لها باد سيكتورز، بتبطا بسرعه وحاجات كتير قوي. فبتلاقي تجربه اللابتوب بتاعك بعد شهرين باستخدام او حاجه بتبقى وحشه جدا، واللابتوب بيفتح في ساعه ويقفل في ساعه وتفتح برامجك في ساعه. فلازم لازم في حاجه زي دي انك تشتري اس اس دي للجهاز بتاعك. وبالمناسبه دي بقى سبونسر حلقه النهارده هو كينغستون وسلسله الاي 400 من الاس اس ديز. سلسله الاي 400 بتوفر اداء ممتاز جدا مقابل سعر كويس، وتعتبر من ارخص انواع الاس اس ديز المضمونه اللي موجوده في السوق المصري. تقدر دلوقتي تشتري اس اس دي بحجم من 120 لحد 960 جيجا بايت اذا كان في شكل ساتا او في شكل ام دوت 2. هتلاقوا لينكات للشراء للحاجات دي موجوده تحت في الديسكربشن برضو مع بقيه موديلات اللابات. دلوقتي احنا اتكلمنا عن اول 3 لابتوبات، واللي هو الحقيقه ان معظم الناس هتبقى مركز عليهم، لابتوب ب 5700، لابتوب ب 9300، ولابتوب ب تقريبا ب 10800. اللابات دي هتغطي احتياج معظم الناس اللي بتتفرج على الفيديو ده، معظم الناس اللي داخله الجامعه اللي محتاج لابتوب اذا كان تقرا عليه محاضرات، تذاكر من عليه، تعمل عليه حاجات كتير قوي، او حتى بعض اللعب. دي لابات هتقضيك. طب اتكلم على اللابات اللي ليها استخدامات تفصيليه اكتر شويه. اول لابتوب اللي انا برشحه للتاني مره تقريبا هو لينوفو ايديا بات 520. اللابتوب ده انا بحبه شخصيا جدا جدا لكذا سبب. اول حاجه هو 13500 جنيه او بيبدا من 13500 جنيه عشان نبقى واقعيين، ولكن اللابتوب ده بيقدم هيكل معدني بالكامل مش هيكل بلاستيك زي كل اللابات اللي عدت. اللابتوب ده بيقدم بصمه في الجهاز، اللابتوب ده بيقدم شاشه كويسه جدا بالنسبه لسعره لو انت عاوز تشتغل في جرافيك ديزاين، فيديو ايديتنج او غيره. وكان بيقدم امكانيات كويسه جدا بمعالج كور اي 7 8550 يو، بيبدا من 8 جيجا بايت رام مع هارد 1 تيرا بايت، وبيوصل لحد 16 جيجا بايت و2 تيرا بايت واس اس ديز وموديلات كتير قوي يعني من اللابتوب ده. وفوق كل ده بيجي معايا كارت ام اكس 150 من انفيديا، واللي هو كارت معقول هيشغلك برضو العاب اكتر من اللابات اللي فاتت، مش كل الالعاب اكيد، وهيساعدك لو انت عاوز تشتغل بالجهاز فيديو اديتنج او حاجه. وانا شخصيا اعرف يوتيوبرز شغالين بيه بالكامل فيديو اديتنج وبيقدم معاهم اداء ممتاز. فاللابتوب ده برضو من الخيارات المفضله ليا ومن اللابتوبات الحلوه جدا اللي انا ما شفتش حد بيشتكي منها قبل كده. نبدا بقى نخش اكتر على لابتوبات الجيمنج واللابتوبات اللي هتشد اكتر المهندسين بتوعنا والناس اللي ان شاء الله هتخش هندسه بعد ثانويه عامه، واللي مركزه اكتر على حاجات اللي هتفيدها في 3 دي ماكس والريندرنج وال 3 دي بشكل عام والكلام ده كله. وبرضو من اللابات المفضله جدا في الفئه دي هو الديل جي 3 3579. اللابتوب ده من اللابات اللي بحبها جدا، لان اولا بيجي بمعالج مش من فئه يو بل من فئه اتش. المعالجات اللي من فئه اتش بتبقى اقوى بشويه حلوين جدا الحقيقه من فئه يو، وكمان فوق كل ده بيجي بمعالج 6 كور بدل 4 كور. واللابتوب ده بيبدا من الموديل ب 8 جيجا بايت رام، هارد 1 تيرا بايت، واس اس دي 128 جيجا بايت، وكل الكلام ده مع كارت جي تي اكس 1050 تي اي من انفيديا. فالميكس الحلو ده الحاجه فعلا اللي بتميزه بقى فعلا هو السعر بتاعه. فبسعر 16500 جنيه وقد وممكن تلاقيه اغلى شويه في بعض المحلات التانيه بس مثلا برامات اعلى او اس اس دي اعلى، بيخليه لابتوب ممتاز وبدايه حلوه جدا للابات الجيمنج الموجوده في مصر، وتقريبا ما شفتلوش اي منافس بنفسه مقارنه بالسعر. فاقرب لابتوب شفته ليه اثناء التدوير في الفيديو ده كان لابتوب من ام اس اي كان ب 21000 جنيه وكان بنفس الامكانيات. اخر حاجه انا هرشحها لكم رسميا هو لينوفو يوجا واي 530. ديزاين بتاع اللابتوب جميل جدا، سيمبل مش اوفر جيمنج وبتاع، ديزاين سيمبل خالص ويعجب ناس كتير، بيجي كمان بامكانيات حلوه فوق كلها. فاللابتوب ده بيجيب معالج كور اي 7 8750 اتش مع 16 جيجا بايت رام، هارد 1 تيرا بايت، وبيجي كمان فوق كل ده بكارت جي تي اكس 1060. في دلوقتي فئه جديده من الكروت زي جي تي اكس 1650 و1660، لكن الحاجات دي لسه ما توفرتش في مصر، فبالتالي ده حاليا احسن خيار انت ممكن تشتريه من جوه مصر. بيجيب كارت جي تي اكس 1060 واس اس دي 128 جيجا بايت. فاللابتوب ده مش مجرد بس انه بيدي امكانيات كويسه جدا مقابل سعره، بيدي ديزاين كويس جدا مقابل سعره، بيدي كمان سعر ممتاز مقابل المنافسين بتوع الموجودين في مصر، ومن اللابات اللي انا ارشحها جدا 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 وتقريبا متوفره في كل المحلات اللي موجوده في مصر اذا كان محلات اوف لاين او مواقع اونلاين. اي لابتوب اغلى من اللابتوبات اللي احنا رشحناها النهارده انا ما اقدرش ارشح لك لابات ثانيه من مصر الحقيقه. تعال نبص على الاربع موديلات اللي احنا رشحناهم النهارده. كلهم لابات معديه ال 2 كيلو، بعضهم بيوصل ل 3 كيلو، كلها لابات ما فيش منها لابات رفيعه او الترا بوك او حاجه، كلها لابات مش مميزه قوي من ناحيه الشاشه مثلا، لان السوق المصري الخيارات اللي فيه متاحه مش كتير. واي لابتوب اغلى من اللابتوبات اللي احنا رشحناها النهارده
بتبقى مبالغ في سعرها مقارنه بسعرها الاصلي الموجود بره مصر. فانا ما اقدرش اقول لك روح اشتري لابتوب بده هو مثلا يساوي 25000 جنيه بالشحن لحد مصر وهنا بيتباع ب 30 او حاجه و 30000. الموضوع ده ينطبق على ماركات كتير، اتش بي او من الموجوده في مصر، ام اس اي جيمنج الموجوده في مصر اللي لسه نازله قريب جدا رسمي، موديلات كتير، لابات كتير جدا فعلا. وتقريبا مفيش اي تشكيله موجوده من اللابات الرفيعه الخفيفه الا الماك بوك بشكل رسمي، والماك بوك اللي بيشتريه عارف هو رايح يشتري ايه من الاول، فاحنا مش محتاجين نرشحه. فانا برضو هقول كذا حاجه كده ممكن تساعدكم لو انتم محتاجين تشتروا من مصر. من الخيارات الحلوه لو انت عايز تشتري لابتوب خفيف هو اجهزه شاومي. شاومي بتنزل لابات حلوه جدا، ممكن تروح تجربها في اي فرع من فروع مي هوم. لابات رفيعه وشيك وكل حاجه، لكن انا ما جربتهاش ومش قادر احكم عليها تماما. وبرضو انا شفت في محل في كايرو فيستيفال بس الحقيقه مش فاكر اسمه تشكيله كامله من لابتوبات اتش بي سبكتر. السلسله دي سلسله ممتازه، فيها لابتوبات كونفرتبل بالكامل، لابتوبات تاتش، لابتوبات 13 انش و14 انش اللي هو احجامي المفضله في الالترا بوك، وحاجات كلها اوزانها تحت الكيلو والكيلو ونص، فاللي هي حاجات سعرها طبعا غالي شويه. لكن بالنسبه بقى لابتوبات الجيمنج الموجوده في مصر، نصيحتي التماليك لو انت اي حاجه اغلى من لابتوب لينوفو يوجا اللي احنا رشحناه، خد فلوسك شوف لك اي خدمه بتجيب اونلاين او حد ينزل من بره او حاجه واشتري لابتوب من بره احسن لك انت فعلا بكتير. فيا رب يكون الفيديو عجبكم. لو انتوا عايزين اي اقتراحات او اي فيديوهات عن حاجات تانية يا ريت تقولوا لي تحت في الكومنتات. يا ريت تعملوا لايك للفيديو لو عجبكم وتقولوا لي رايكم تحت في الكومنتات. ولو الفيديو مش عاجبكم برده يا ريت تقولوا لي تحت في الكومنتات ايه اللي مش عاجبكم بالظبط في الفيديو. كان معاكم خالد محمد.